أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأراضين، حمدا حمدا على الإنعام، وشكرا شكرا على الإكرام. أحمدك يا ربي حمدا يوافي نعمائك، حمدا يليق بجمالك وجلالك، وأصلي وأسلم على النبي الأعظم، أصلي وأسلم على النبي الأشرف سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا في زمرة المتقين، وأن يجمعنا بالنبي والصالحين على الأرائك متكئين. اللهم آمين، اللهم آمين. طلابي الأكارم، طالباتي العزيزات، يتجدد بكم اللقاء، يتجدد بكم اللقاء في هذه المحاضرة للحديث عن عدة محاور في علوم القرآن. هذا البحر الزاخر وهذا العلم الوافر الذي اختصكم الله سبحانه وتعالى به لتكونوا بإذن الله سبحانه وتعالى خير أجناد الله في هذه الأرض، ولتكونوا بإذن الله سبحانه وتعالى ممن بلغوا عن الله ولو آية. ننتقل بإذن الله سبحانه وتعالى لعرض محاور هذه المحاضرة لتكون في ثلاثة محاور. المحور الأول ترجمة القرآن الكريم، المحور الثاني الإسرائيليات، المحور الثالث مناهج المفسرين للقرآن الكريم. نستعرض هذه المحاور محورا محورا، فننتقل لهذه المحاور على بركة الله. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. نبدأ على بركة الله لنتعرف على معنى ترجمة القرآن الكريم. طبعا لو أردنا أن نتعرف على أنواع الترجمة، هناك نوعان: أولا الترجمة الحرفية، ثانيا الترجمة التفسيرية. بالنسبة للترجمة الحرفية في القرآن الكريم، معناها نقل ألفاظ القرآن الكريم أو نقل الألفاظ الموجودة في القرآن من لغة إلى لغة أو إلى نظائرها من اللغات الأخرى، أي نقل ألفاظ القرآن الكريم المكتوبة بالعربية إلى نظائرها من اللغات الأخرى، بحيث يكون النظم موافقا للنظم والترتيب موافقا للترتيب. معروف في أصل اللغة أننا الموصوف يأتي قبل الصفة، فنقول القرآن وهو موصوف والصفة كريم، الرسول أمين، هكذا تركيب اللغة عندنا. الفعل قبل الفاعل، فتح الباب، كتب محمد، وهكذا. إذن تركيب الجملة عندنا وعند غيرنا، لكل لغة قواعدها اللغوية الخاصة بها والخاصة بلغتها. ولذلك سنتطرقون إلى، لأن هنا اشترط في الترجمة الحرفية أن يكون النظم موافقا للنظم والترتيب موافقا للترتيب، وهذا الكلام لا يمكن أن يكون، لأن لكل لغة نمطها وطبيعتها المتفردة بها عن غيرها من اللغة. طبعا هذا الكلام حرام، ولا يمكن أن يكون هناك ترجمة حرفية، لأن الترجمة الحرفية بالسياق الذي نعرفه في لغتنا، لو ترجم القرآن ترجمة حرفيا لاختل المعنى على الإطلاق. فمثلا عندنا في اللغة الإنجليزية ليس ك... لا 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 تكون الصفة قبل الموصوف، وإنما العكس. وبذلك سنجد أن الترجمة الحرفية بالمعنى الموجود هنا لا يمكن أن يكون مع القرآن الكريم، لا يمكن أن يكون مع القرآن الكريم لكونه معجزا. النوع الثاني من الترجمة هي الترجمة التفسيرية. معنى الترجمة التفسيرية هي بيان معنى الكلام، وليس نص الكلام، وليس لفظ الكلام، وإنما المعنى المراد من هذه الآية أو من هذه الكلمة بلغة أخرى من غير تقييد بترتيب كلمات الأصل. إذا أنا غير مقيدة أن أضع الفعل قبل الفاعل أو الموصوف قبل الصفة
أو المضاف إليه قبل المضاف وهكذا. إذن المهم في هذه الترجمة التفسيرية أن أصل إلى المعنى المراد بغض النظر عن الترتيب للكلمات في الجملة أو مراعاة لنظمه. هنا أنا لا يهمني ترتيب النظم ولا يهمني ترتيب الكلمات الموجودة في الأصل، ما يهمني هو بيان معنى الكلام فقط بما يطلق عليه الترجمة التفسيرية. حكمها جائز لكن هناك فيها شرط، الخبرة والدقة والأمانة. الخبرة والدقة والأمانة، لأن من أراد أن ينقل شيئا من كتاب الله إلى غيرها من اللغات يجب أن يكون فاهما عاقلا دارسا دقيقا في هذا النقل حتى يستطيع أن يوصل المعنى الذي يريده الله سبحانه وتعالى من غير لبس ومن غير تحريف ومن غير خطأ أو زلل. هذا بالنسبة للترجمة، أمرها بسيط وسهل، ترجمة حرفية غير جائزة بأي حال من الأحوال لكون القرآن معجز، وترجمة تفسيرية جائزة بشرط الدقة والأمانة والموضوعية والإتقان في النقل ومعرفة اللغة المنقول عنها والمنقول إليها. شرط مهم جدا أن يكون عالما باللغة التي ينقل منها إلى التي ينقل إليها أو عنها إليها. هذا بالنسبة لترجمة القرآن الكريم. ننتقل معا بإذن الله سبحانه وتعالى إلى محور جديد لهذه المحاضرة الطيبة واللطيفة التي تحمل محاور بسيطة وجميلة وسهلة وقريبة يعني لفهمنا. بالنسبة للمحور الثاني يتحدث عن الإسرائيليات. ما هي الإسرائيليات؟ ما معناها؟ هل لها علاقة ببني إسرائيل؟ سنعرف. تعريفها هي الأخبار المنقولة عن بني إسرائيل. إذا من أين جاءتنا فعلياً؟ هي جاءتنا كأخبار من بني إسرائيل، من اليهود وهو الأكثر أو من النصارى. إذا الإسرائيليات قد تكون من اليهود أو من النصارى لكنها من اليهود أكثر من النصارى. أقسام أخبار الإسرائيلية، نحن قلنا أنها أخبار منقولة. نأتي لمعرفة هذه الأخبار، هل نأخذها؟ ما لا نأخذها؟ ما هي طبيعة هذه الأخبار؟ أول نوع من هذه الأخبار التي جاء بها أو التي وردتنا من الإسرائيليات ما أقره الإسلام وشهد صدقه، ما أقره الإسلام وشهد بصدقه. وهذه قصة جميلة لحبر من الأحبار عندما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع وسائر الخلق على إصبع فيقول أنا الملك. فضحك النبي حتى بدت نواجذه، فضحك النبي حتى بدت نواجذه، وقرأ قوله سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. إذا ما جاء به الحبر أن الله يجعل السماوات في على إصبع والخلائق على إصبع ويقول أنا الملك، هذا بما أن النبي ضحك وأيده بآية لما يقول من القرآن، معنى هذا الكلام أن ما جاء به الحبر موافق لما جاء في شريعتنا فأقره الإسلام وشهد بصدقه. هذا طبعا يؤخذ به ولا إشكال فيه. القسم الثاني من أخبار الإسرائيليات ما أنكر الإسلام وشهد بتكذيبها. عن جابر قال كانت اليهود تقول إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول، وقال سبحانه وتعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. في هذه الآية تكذيب لما جاء به اليهود، فعلى ذلك هذا الخبر الذي كذبه القرآن نكذبه وننكره ولا نؤمن به ولا نعمل به. هناك بعض الأخبار التي جاءت بها الإسرائيليات ما لم يقره الإسلام أو ينكره، توقف عندهم. طبعا حكم التوقف الأصل أنا أتوقف هنا ولا يعني لا, لا, لا أعمل بها وأؤيدها ولا أنكرها، لأن الإسلام توقف فيها. قال صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. لكن هناك قيد هنا، التحدث بهذا النوع جائز
ما لم يقع صاحبها أو ما لم يخشى فيها بمحظور، ما لم يخشى فيها محظور. ما معنى هذا الكلام؟ طبعا من الممكن أحيانا أن مثلا أنا لا أصدقهم ولا أكذبهم، لكن من الممكن أن أترجم لهم إلينا وننقل بعض أخبارهم إلينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وقال صلى الله عليه وسلم: طبعا من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إذا التحدث بهذه الأمور جائز إذا فعلا ضمننا وتأكدنا من عدم وقوعنا في المحظور أو فيما يغضب الله سبحانه وتعالى، أو يضلنا عن شريعة الله سبحانه وتعالى، وهذا ما سنت إليه. يحرم سؤالهم عن شيء من أمور الدين، لا يجوز لي أن أسألهم عن أمور الدين. لماذا؟ لأن فاقد الشيء لا يعطيه. قال: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا. لا يمكن أن أطلب منهم الهداية وهم في ضلال، فإنكم إما أن تصدقوا بباطل أو تكذبوا بحق. عندما تسمعوا منهم لأقاويلهم وأخبارهم وتستمعوا إليهم وتعطوهم جزءا كبيرا من اهتمامكم وتسألوهم في أمور دينكم، واحدة من اثنتين: إما أن تصدقوا بباطل أو تكذبوا بحق، وكلا الأمرين وبال على ديننا. وإنه لو كان موسى حيا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني، ما حل له إلا أن يتبعني. ولذلك يجب على الإنسان، لأن القرآن الكريم قال الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. بما أن الله أكمل لنا ديننا ولن يقبل غير الإسلام دينا، فلماذا البحث في غير ديننا؟ قد نبحث من باب إقامة الحجة، إقامة الدليل، إقامة البرهان، لكن البحث له قيد. يجب أن يكون الإنسان الباحث عارفا بدينه، ملما بعقيدته وشريعته، حتى يستطيع أن يكذب أو يصدق هذا الخبر، حتى يستطيع أن يفلتر هذا الكلام الذي ضلاله أكثر من الحق فيه. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان موسى بين أظهركم ما وسعه إلا أن يتبعني، فعن ماذا تبحث أيها الإنسان؟ بالنسبة للإسرائيليات، ما هو موقف العلماء من الإسرائيليات؟ سنجد أن العلماء اتخذوا عدة مواقف في تأليفهم ومصنفاتهم، فسنجد منهم من أكثر من الأخذ، ومنهم من أخذ أكثر من الرد، ومنهم من برأ ذمته فكتب ما قالوا ثم أردف هذا الكلام ونسبه إلى أصحابه. لنتعرف على موقف العلماء. أولا، منهم من أكثر منها مقرونة بالأسانيد، يعني يذكرها بكثرة في كتابه وفي تفسيره، لكن مع ذكر السند. طبعا ذكر السند هذا حتى يخرج من دائرة اللي هو عدم الأمانة، لكن أنا أقول يعني نحن في زمن ابتعدنا فيه عن كثيرا عن العلم، وابتعدنا فيه عن طرق الرجال. فحتى لو قرأت السند لن أهتدي بعلم المتواضع، إلا أن هذا نوعا من الإسرائيلية. لكن عموما الإمام الطبري هو من الناس التي أكثر، أو من المفسرين الذين أكثر من ذكر الإسرائيلية في كتابهم، لكنه ذكرها بأسانيدها. الموقف الآخر للعلماء، وهو أكثر منها مجردة من الأسانيد، وهذه المصيبة، فهو كحاطب بليل. لماذا؟ لأنه يذكر كل ما هب ودب، ثم بعد ذلك لا يذكر السند. يعني لو جاء أحد من العلماء بعده لكي ينقح ولكي يعني ينسب هذه الرواية لمن، لن يستطيع أن ينسبها، لأنه ذكرها مجردة من الأسانيد كالثعلبي. ومنهم من أكثر منها وعقب عليها كابن كثير، وهذا من باب براءة الذمة، من باب براءة الذمة عقب عليها وذكر أنها من الإسرائيلية. ومنهم من بالغ في ردها، يعني بمجرد أن يعرف أنها من الإسرائيلية يردها ولا يضعها في كتابه ولا يستند إليها، كمحمد رشيد رضا. هذا بالنسبة للإسرائيليات، معناها وأنواع الأخبار فيها وموقف الإسلام منها وحكمها. نأتي الآن إلى المحور الأخير، وهو محور لطيف وجميل، يتكلم عن
مناهج المفسرين للقرآن الكريم. الآن نحن نعرف أن الله سبحانه وتعالى خلقنا بأفهام مختلفة وبعقول مختلفة. من الناس من ينسجم في تفكيره وعقليته مع الأدلة المنطقية، ومنهم من ينسجم أكثر مع الأدلة النقلية، منهم من يقتنع بالنظر ومنهم من يقتنع بالسمع. بناء على هذه الاختلافات في الطبيعة، في المورد الذي يأخذ منه، في الثقافة التي ينتمي إليها، الآن لو نظرنا إلى الناس سنجد أن طبيعة في زمننا طبيعة التخصص تفرض على الإنسان نمطا فكريا معينا. فالإنسان الذي يتخذ بالطابع العلمي سنجد أن طريقة التفكير عنده أقرب إلى المنطقية والعقلية والعلمية. الإنسان الذي يتخصص في الجانب الأدبي نجد أن طريقة تفكيره تختلف. ولذلك لو أراد أن يؤلف هذا كتابا وهذا كتابا سنجد أنه اتخذ منهجا يتفق مع عقله وفكره، وهذا يتفق أيضا مع عقله وفكره وطبيعته وقناعاته. ولذلك مناهج المفسرين للقرآن الكريم اختلفت على منهجين. المنهج الأول هو التفسير النقلي، وهو ما يعتمد على تفسير القرآن بالقرآن أو بالسنة الصحيحة أو أقوال الصحابة والتابعين. إذن هذا المنهج النقلي، معنى النقل أي من القرآن أو من السنة أو من أقوال الصحابة نقلا عنه. طبعا مثال تفسير الطبري وتفسير ابن كثير الذي فسر القرآن بالقرآن والقرآن بالسنة أو بأقوال الصحابة والتابعين ودعمها بأقوال الصحابة والتابعين كتفسير الطبري وابن كثير. لكن المنهج الثاني وهو الذي يعتمد على التفسير العقلي، وهو ما يعتمد على إدخال العقل في النصوص مع التقيد بشروط وضوابط الاجتهاد. ليس معنى إعمال عقله في النص، ليس معنى إعمال العقل أي تفسيرها على هوى الشخص. ما كان لعالم من العلماء أو فقيه من الفقهاء أو مفسر من المفسرين كان يؤمن بالله واليوم الآخر أن يوفق أن يفسر على هواه، وإنما قد يعمل عقله في التفسير فيجتهد في التفسير بناء على فضفضة النص وبناء على حدود المساحة التي يعطيها النص له في الاجتهاد وفي إعمال العقل. طبعا ممن فسر على هذه الطريقة وعلى هذا المنهج المتكلمين والصوفية. طلابي طالباتي الحبيبات، بهذا نكون قد انتهينا بفضل الله ومنه وكرمه وجميل عطائه. تفضل علينا وعليكم بالانتهاء من القسم الأول في كتابنا دراسات قرآنية، على أمل أن نكون بإذن الله سبحانه وتعالى قد وفقنا أو وفقنا لأن نكون قد أوصلنا لكم المعلومة، وأن تكونوا فعلا قد استمتعتم وقد استفدتم، وقد أضاف إليكم هذا القسم شيئا إلى دينكم ومعرفتكم وثقافتكم ودليلكم وحجتكم. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا القبول ولكم الثبات، لنا ولكم القبول والثبات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الكلمات وما خططه أيدينا وما تفضل الله به علينا من فتح أن يجعله في ميزان حسناتنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أشكر لكم جدا حسن المتابعة، أشكر لكم جدا حسن الإنصات. بارك الله فيكم جميعا، ونلتقي بإذن الله وعلى بركة الله في القسم الثاني، وهو قسم شيق جدا بإذن الله سبحانه وتعالى، يتحدث عن سورة الحجرات، سورة تفسيرية وسورة تحليلية وسورة وتفسير تحليلي وموضوعي. إلى ذلك اللقاء نترككم في عناية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.